السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كثير يسأل إيش سبب موت الأشجار بعد الزراعة أو بعد خروجها من المشتل، لأنه عندهم ركلين، لأنه في المشتل. أغلب المزارع وأغلب الحين تزرع من المشاتل هي أصلا، لكن خلينا نتكلم إيش المشكلة. أول مشكلة تواجهك هي إذا كانت التربة سيئة عندك، هذا واحد. إذا كانت مياه الري عندك مالحة أو قليلة، أول ما نزرع الشتلة هذا أول نقطة. 3 إلى 4 أيام ري متواصل، طيب في صفرار في الورق، طيب في هذا عادي جدا، بيكون في صدمة. أغلب الناس تحصل مشكلته مع الصدمة، إذا شاف في صفرار فيبدأ يسأل إيش مشكلة الأصفرار عندي في الشجرة. هذه مزروعة قبل يمكن 15 يوم، هنا بداية النموات الجديدة في كل الشجر، هنا برضو النموات الجديدة لازالت مستمرة، حتى الزهر ما شاء الله اللي موجود فيها بدأ في العقد، ما تأثرت نهائيا. السبب انه كان ما في مشكلة. طبعا اذا بتساقط عندك الورق القديم هذا ما عندك مشكلة فيه نهائيا. هذه برضو شجرة تفاح ثانية، كلها مزروعة قبل 15 يوم، زرعنا يمكن 7 أشجار أو 8 أشجار في الموقع هنا في المكان. هذه هي صفرت الأوراق القديمة، جدا طبيعي، هذا جدا طبيعي. لكن تجي هنا تلاقي فيه بداية نمو عندك، هنا العيون بدأت تطلع، هذه كلها القديمة بتسقط، ما عندك مشكلة فيها، لا تقعد تضيف ولا شيء. واصل على نظام الري معاك على رطوبة الأرض، أول 3 أيام أو 4 أيام ري مستمر، بعدين على حسب الرطوبة عندك في التربة، لا تزيد ولا تنقص، هذا الورق كله بيروح ما يهمك نهائيا، دام العود هذا أخضر. هذه شجرة ثانية برضو زرعناها اللي هي تفاح. طيب هنا في اصفرار في الورق، الغالب يسأل ويبدأ الناس تعطيه، زيد الموية نقص الموية، لا خليك على ما انت عليه. شوف بدت هنا نموات جديدة داخلية، هنا حتى هنا، دام العود هنا أخضر معاك هذا، خلاص الشجرة تتعرض لصدمة النقل طبيعي لأرض مستديمة على بال ما تتمدد الجذور، بعدين تبدأ هي تعطيك النمو. أما إذا في صفرار وضيف الحديد وضيف الهيوميك وضيف البوتاسيوم، لا نقص الموية، لا زود الموية، التعامل هذا كله هو اللي يخرب كل شيء عندك وتموت الشتلة. نسأل الله أن يطرح لنا ولكم البركة.